بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن والاه. أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. حجب يا معاذ وقبل يا آيات شرية هذه من سورة الفاتحة الحمد لله. وربنا كان دور ماشي وقت من الياسية. قال تعالى: ربي يا أيها الناس دور وصار قدام تحي أنتم بيدينك لما أنتين وحتين الفقراء وبا ريال أتهيرو وحبا أنتين إلى الله إلى هبا أنتين والله يبا هو يبا الغني لما روي عن جميع خلقه وحيوا أوري من أنتي أردان وما عيني صلي بك أكون ورادان أما كنت أكون ورادان علو إله أبو ريو كنت إلهي كما أرمى الحميد للم هذا يوم أيضا وحيت المامة وإلهي تصاري من السيرية سامد النحي إلى مباحن intee la masaajid ku jirtay qaybo badan baa ka kooban haddana maca daalina kulliya ilaah baa ku wadbaan saanu dannahay sidaa darteed maraygtu ilaahay u baahan tahay wejigu ilaahay u baahan yahay ubanraadku ilaahay u baahan yahay oo wixii naflaha oo dhanba ilaahay u baahan yahay subxaana watacaala sidaa waxaa tusinaya نبي الله سليمان ما وقت يسي أباري تعضي ربا لواي أكاسا ردون وبحي دي ردون تي وبحي ماشي كل ردون إلى هنا تسن قاري مورا في قرآن جاية وردبر كنت يوسي أحطي أدي مدر وكل تاكي وإلى هنا بيس نبي الله سليمان حيوان قردب يقاني لبوي قردان وحي لله إلهي وحن النهي يعني مخلوقا بان النهي مخلوقا كمد النهي لا وحقا أكثريا حديثتا إلى المزيد قيمين فرقاس أبوه يلسكس النغضة فقد سقيت بدعوة غيركم حي الوالي ورابيين مقصود في يولي دري أمسعني الوالي هاي وحن إلهي بريدي سأقبر عدن بنو آدمك فإلهي كأقبالي مركا قرآن جدا وصلاح تسوي زائر إله ربانه سبحانه وتعالى كلون قبند الكجر يقول رباني يعني رحمة دا إلهي رباني يعني هذه رحمة دا اللواء كلون قاسي مكتر ميو مرش لسنا خطر بالجريس سلا أعودت باوحة وإيه سامنا نحيب إله ربانه مركا إلهي وهو يوضبعني ويسوق بعني وهو يوضبعني أسأل ما بعني يا سبحانه وتعالى خلقات يسوق بعني أو يراتي ويجدو فرك الله إلا بيتوب بعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعطاه صحابي يا جريب قف النبي الدبدي كفضي بدل مسلمتين بوحي من عرف نفسه عرف ربه قفكي نفتي سبرتا إلى هنا وحقي غدي تغروي ويبركاس قفك نفتي سبرتا إلى هنا وبرتاي وعوي هذا موسم دهنو برشاد قفك نفتي سبرنا أيوه وإن وقعك نفتي سوني بعدا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله إلى البعض oo ilaahay ayna marnaba ka maarmin inay qof maarta daciif iska tahay awooddeedii taageeda inuu yar yahay hadday sidaa ogaato waxay ogaanaysaa ilaah subxaanahu watacaala awooddiisa ilaah inuu yahay allah qaadirka allah casiiska allah qaahirka ee adoomadiisa isa duleeya allah raxiimka ee adoomadiisa u naxariista marka وحوقات المرح إلهي سبحانه وتعالى
إلهي لغو يقانو وحي ليهن مفسرين صدح الشيء ما كملا صدح ذا شيء وام حي وصفة لغو قرارية وبيض إلهي إلهي بحران الثقة بالله في كل شيء قف إلو إلهي مكرسونا ذو مروا بإلهي مكرسوي وإلهي مسكين وإلهي مبريا وإلهي مخري وإلهي مقنعسي صدح الفقر إليه في كل شيء كنا خفنا أقاده وليد إليه وكوكو كوار قوى مروا بين إليه باني مروا بين إليه باني صدح وليد إليه الصفات كذا واحد كاملة الرجوع إليه في كل شيء وحوض بين إليه لهم مرة حتى المثل المدين إليه لأكتري سبحانه وتعالى مرضى قف من نفتي سهدوه قرطه إلهي سنوات قرطه مرضى هديه إلهي سكرتان وهن قرية أوليد إلهي وكبت المرضى أوليد إلهي إلهي قلت المامي على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزن كواس وكب بيريا مرضى مرضى ربوة إلهي وين ربا هنا هاي إلهي لو ألها غنيا ووهو باهية أجر وألها حميدك إلا ما هديه يقف والبابا نحنه السيئي وإلهي كبدي يهينكم هذا علي سبحانه وتعالى يا أيها الناس الضوء أنت منك ضدك الفقراء واتي وأباها إلى الله يبن بهنته المروى البابا والله يبن هو يبن الغني وألك مرمى عن جميع خلقه وهو أوريه أم إليك مرمى وعلى الله ما هديه نعمين اترادة بضل إله نوغاي المرء يقول كل ذيهي إلى المحل علينه وذي إله مره بين المحل ديره وأم ذيهي وحواي ورسى العيب يقليل يمسخن اقتراعي وهي إليه بحضة وإيه شهدوا الدوره إيه بيدهلكم أيضا تكسير إياه ويأتوح الله إيمانا يا بالخلق الأمض جديدنا وقصوه يسبه وأبوتيه أطوع لله منكم إذنك إلهي إذنك بارزا وما ذلك إن إلهي بابينك أو مذكرا وأبورتو ما هامين على الله يبوين وكيس العزيز وحقوق الماء وكن فيكون غير تقريب أهو فبسكان هايا ورون بابا اسم بابايا هي شهد الدنيا يذهبكم أيضا تكسيريا إذا بدرد هذا الدين وإذا وألها مرنا إذا كم عربين العابد وإذا رمض السيئر وإذا وإذا الدين وإذا يذهبكم أيضا تكسيريا ويأتي حرائي مايا من خلق حرائي مايا ومضح كارو أبوكتيو جديد العصب بدلكم إذا بدل كيم حرائي مايا قاسي مريا هو إله باهية هو إله فرام سوريا وإله مثل استدايا وما ذلك قام أهانين إلا ذي بابي وما تكلي بس ما يستعي بعزيز بدكو هذا ما على الله يبوير كركيس إله كركيسة وما أذكى مرة الرسول هل كان واحد كوهر مساء يداني قفنا قف دل بيسين ونك قادمين نقول بكنت هذا هو سقاهم يقول رعايا عدها قادس هي عدها النصيرس هي عد محكف الله يسمين يسجرين قال تعالى رب يوحي ولا تزير محبارته وزيرة النفط دبيريه وزيرة أخرى من كان دبير قادم يسوع طيب وإن تدعو حضي قيشته مثقلة نفس النفس مثقلة لكل رئيسي دب لكل رئيسي حضي قيشته إلى حملها إن وحدك قاله أو لتاريره لا يحمل لقالي ما يكون وزره شيء محرق أم منه وفق قيشته شيء محرق قالي ما يكون ولو كان هذا وفق قيشته دا قربة قرابة في التلسة
ويسيروا بسوا حقابها أقرأ الناس إليه وقف يسيروا بسوا حقابها ها أحادي وحقق هذه المجرى وقف دبيو بسميه يسيروا بقر رنا قيام أمبارك الدرامات الحسابية أمبارك التيرلة أمبارك الدجينة بريك دوية إلهي مبيه مبيه إلهي الدجينة يجي يومات يجي على بلوك بدري مركب قوف قوف دبي كان قاري كراري حبيلات المجرى لا قريب ولا بعيد قف كودك يقف كاف منا مجرى قال هذا واحد بيه هواسين مؤمنين تجيبوا الدور يا حق إلي كذل لحياة فوحي إلي ورنب النصوحة وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن خطاياكم فرنا هذا بيجينا خالد تبقوا سبعوا على سويسي الأقاب على كل مضطاب كريس ومبقى إذا أعطي أتوش أصارك يا ساسل اتبعوا سبيلنا ونحن خطاياكم إله كبيري وكبيري سبحان وما هم بالحامين هو كان قاضي ما يسنى بين عريان إنه لك كبير وبين عريان وحكا قاضي سمين جيرو لما قابل يسمى قاضو حتى يسيدا تهي أخر بيب التواب شريستو وما رتيها بور وحكا قاضي وحكا قطري بجيرو هذه هو ضرورة الشيء أما تيكو نحضي أمكو يقرر الشيء حضرت الى اول شنبا يغير من شطا غير ما يستيا شطا غير غير ما يستيرو كلا لا كلي فر مضريا اورا حريا وحرم بيسري سكتاي يوم يفر المرء من اخي وامي وابي وصاحبتي وبني اورا حريا قوة تحد يا بحضي ايه تكو على عالم تبحضي ايه الغارة يا تبقى ما يسي يبرع وقابل حبالي يبنك هذه لو كانت تبين نقونا يسي وقفكوا في عالي وقف السيف في عالي تبهدك كور لغو شو هذا نقوصة في القيادة هي بوا انتو قوصة فوق وقف السيف في عالي ما الدولة الدينو نكازا وقفوا في عالي ساسو يقري ولا تزير مقادو وزيرة نفق البوذي وزيرة أخرى نفق الدين بقيادة قادي ما يسو وانت اللي حضي قيشته مثقلة من دم لكل رئيسي هذي قيشته إلى حين لهذه وحرقة قاضو هذي قيشته أو قريب يبعيد أي قيشته لا يحمى لك قاضي ما يوم منه من الوزر دم الشيء وحرقة ولو كان هذا الوقت قيشة يساعد ذا قربة قرابة هي حكته مثل قوسه دوبها وعكا قاضي المجر هذا هو تشوف إنما وحكر ما هاي تنذر واحد تنذر يسابار النبي الذين أخياتي يخشون ربهم ربي وتعب سليل بالغير مغنى وحوان سمي وكتر قريب وقتبع بشي سنة قوة إلهي كبر غيا مغنى إلهي كعب سليل سبحانه وتعالى إلهي ميرا آخر ميرا قبل ما ينام حساب اليوم بس أبار ما يديو شيكوي كما ينام مع ذلك وحيكو قمعين وركي إلهي يكو قمعين وركي إلهي هدي يكو قمعين سيدي سيوة يقاتل سيدي سيوة يقود أغمين سيدو أهب يفلية مركة إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب صوم الرئيب بسورة ياسين صوم ساسو يدري سبحانه وتعالى غضب الكوبات هل كان من روح على عند بلا يا عن غضب أو كنت المامي التوحيد كي إني كان أعظم وقلبي يا كم قرنت أرسل إله سبحانه وتعالى لا وأقام الصلاة صلاة التوسينة صلاة التكنا يا بلا ربي العزيز ما بيزيد صلوا إيوه ويصلون أي شيء كذا متعب إما القرآن عبره وأقاموا الصلاة لرب رزق القرآن حافظوا على الصلوات نبي أقيم الصلاة بالوي عليه الصلاة والسلام مركو سادة توسيه بالله مركو واحدة توسيه بيتك شر صحيح وإيمانك لكن هذا ما هو توسيه
salaadii waqtigeedii loo ilaalinin, weysadeedii loo ilaalinin, muxuu ah khushuucdeedii loo ilaalinin, shuruuddeedii loo ilaalinin, arkaanteedii loo ilaalinin, yacni suuranteeda wixii dhanba loo ilaalinin, ka baxay baa ka baxay bay noqotay taas dee markaa salaad ilaah meelo hortegayo ma noqonayso. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة منه وحا أقوم الرئيئة بحكمة أقوم الرسالة غاضية وحي يجب وصلاة به حق الله يعني. صلاة أقوم فإنسان وحد حد يوانا سنة الصلاة دي صلوحة صالب عمل عمل كيسة كاروا في عمانة حد يبقى وعنده ويدي بحين هيدا انتهي ويدي كلام السيدة وكا سلادة وحبي الله سبحانه وتعالى وكي سلادة توسيني قف من إلهي يقال سيدة تأسو الشيء إلي أبو إلهي كرمع هو حواء مطيب يقال هو حسوني يقوم يعني أول قوم توسير سلادة يوحب العبادة يوحب سوين يعني صدح ومن تزكى أفكر نفسي سطحيرا فإنما وحكى ما هاي يتزكى وطهره لنفسه لنفسه نفسي سطحيرا لأمبو وطهره لنفسي سطحيرا لغالبالي هي دلوبتي هي معاصيني هي ظلمي هي حارانتي هي عدالة حبرها دوك الطهره يا إسكار المركز فإذا لم يشكت ما ضغط بسرعة إسكار المركز أذكر عكسي مايو ومن تزكى مرك الله هو يلقوك أنت ذنوب يحمام نفسي سكره في ويلقوك أنت ومن تزكى أفكي حوله سنتو بحيوة كاملة دي نزل نفسي سكو طاهرة أيضا لو يلقوك أنت هذا فلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صلاة إذا ذكر أنت بلوي حيرا وإلى الله حق يقوم بها المصير بشر ومغاير وحياة الله يرتيس سبحانه وتعالى تصير نقاطي إنما وحكى لما هاي تنذر حبيبي ليس الذين أخيرتي يخشون ربهم ربي واذكر بقية وتحقر إليه من غير مقنع يوى آخر أعرق وحلو عن كل إليه ما هي لو كان جل يمنا إلى أعرق إلهي لما إلى آخر ما إلى مع ذلك حضرة وركي بيقاتل وقام الصلاة صلاة التوسير عليها إيه ومن ومن حكي تزكى طهرة نفسه مفتيسة فإنما يتزكى وطهرة مفتيسة لنفسه 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 نفتيسة نفسه غير يدفت إلى الأم وطهرة لا يكسر يحي وإلى الله يكسر إلى هو مقر يكسر سيدة دلت إدبو والدلالة يا مفتر السرعة وما يسلم إماك الأعمى أرقلاوي يوم البصير أركع لماذا لا يسلم من الماء طف من دورة قدر بيبالا حرق الفرع ومسكوشا أن تلقي كريم سألتك أن تلقي كريم يا أخو حب أركع يوم لولا توشك إلى السيدي وحب أركع يوم يسلم إبا معنى الوحواي طف المؤمن كار يا أخو قالك سلمة سيدنا الدنيا الغفر يقول دلائها ما آخرنا سوى الدلائل كيرا ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة يوما فإنه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة قفك هديبه إلهي كحبيل فورتا الدنيا واحدة ستارة هايس بلايين هايس تريليان هايس وعرس هايس ورعيلية كله ورعيلية مرضى مقلوراني ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلى قلب روحي كدك كدك أنا شيء أحسن وأريد أقولها وكدك يا راحة أقولها ومكي وقلبه ربي يسوع حنين ولا الظلمات والديارية ولا الموت يفتين كان مصرنا أحق هي باطل حق وعد يهل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين حق هي الروح الكريم كتاب إفايا ونورا إدهيم رسول إفايا إدهيم طيب إيو يا
gaarnimadii iyo jahligii iyo dalaalkii baadidii iyo baadilkii isku mid maaha wala dilu hooska iyo walal xaruuro qoraxdana isku mid maaha harka waa taqaanii waxa loo isticmaalo yani badankaa ku qabooba oo naacow baa laga helaa oo indhaha ku raaxaysa geedka qoyan dhah ha ku raaxaysa hadduu haddaa geed ahay ama gebiya ama guri yahay ama gidaar yahay yani waxa weeye naftiba ku raaxaysanaysa naacowna waa laga helaa wala xaruur qoraxdaas danada afkaar istaagto ya waxa weeye laba isku mida ma ahan waxaa kaloo lagu fasiri karaa aljannatu waa naar naartu waa kurushahay kurush xaruur jannaduna waa dilli iyo hoos wamaa yastawi basinoo alaxyaau kuwa nooro qalbigoodu nool yahay iyo walal amwaatu kuwa qalbigoodu dhintay ayagana isku mid maa labadaas markuu ilaahan ka warramayay oo man kaana mayitan faaxyaynaa qof dhintay soo nooreen kama mahaluhu miyuu lamid yahay qof dhintay miyuu lamid yahay qof kale soo nooreeyey isku mid maaha qofka aan muminka ahayn waxa waaye waa qof dhintay laakiin waxa waaye waa geed noolaa soo mid noola waa isa nool yahay markaa isagaa kaa faydhoweyn isagaa kaa marnaqiyo waaweyn haddana noloshiisaasimi ilaahay agtiisa qiimo kale maa mid qiima ilaahay kale ma ahan maalinbaa waxaa dhacday cabdillaahi bin mas'uud saxaabiga la yidhaahdo min ajali saxaaba saxaabada ugu waaweynaa buu kamid ah weliba kuwa qur-aanka ilaahay aad ugu yaqaan buu kamid ah xoogaa maaragtay uu yar wadhuubnaa uu la fiiraa dabayl baa xoogaa kii samarada saa uu yar qaaday markay ka qaaday baa saxaabadii u xoogaa u arkeeni oo aad ujima dhuudhuuban yahay markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi lugahaa dhuudhuubanaad arkaysaan baa ilaahay agtiisa kaga culays badan miisaanka marka waxa uu cusleeya waa iimaanka iyo daacada iyo wanaagga wax cusleeya ma ahan feedhaha weyn wax dari maayaan waxaa uu darayaa in allaha ebe yusmicu waa maqashiiya man yashaa qof uu doono alxaq xaq uu ilaahay maqashiina mafi doono qalbiguu ilaahay u gelinayaa u sharxayaa dhagihiisu maarata uga dhigayaa dagab muxuu ahaaya wax qabanayo isdaa wax xaqa soo qabanaya oo qalbiga u taminaya udunu waaciya baa ilaahay siinaya marka ilaahay baa maqashiinaya subxaana watacaala wamaa anta adiga matida ayuha rasuul lkariim bimusmicin mid maqashiin kara man axadka filquburi qabriga dhexdiisa qofka ku jira waxba ma maqashiin kartaa qof dadka qabriga ku jira hadda haddaan makarafoon dadku joogsana waxma maqashiin kara waayo isku caalamka mina annaga caalamka dunyaa baa ku noola laakiin iyagu caalamka dunyaa baa ka tegay aakharada mayna tegin oo caalamku aakhira ma tegin xaggay joogaan meel ila barsakh la yidhaahdo oo adduunyada iyo aakhara u dhexaysa adduunyada xijaab baa kaga gudban aakharana xijaab baa kaga gudban ilaahay yaqaana marka qofka miyaad ma maqashiin kartaa fakadalika man maata qalbu qofka qalbigiisu u dhintay cid wax maqashiin kartaa cid wax maqashiin kartaa ma jirto ilaahay baa maqashiin lahaa ilaahayna uguma talagelinba qofka isaga inuu xaqa maqashiiyo waxaa la nabigeen anta maanta adiga ma tihido ilaa nadiin diga maayo dadka inaad qalbiga u gelisay iimaanka adiga ma aha shaqadaada taasi maaha ee macay tahay shaqadaada inaad dadka u digto inaad dacwada gaarsiiso inaad u naseexayso inaad xumaanta uga digto inaad samaanta u sheegtid taasi weeye adiga saasaa nabigu yuhi calayhi salaatu wasalaam wama yastawi masinoo alacmaa araglaawo qofkii gaalkaayo masiinu arka waa muminkii wala dulmaantu diyaarana masiina gaalnimadii
iyo jahligii iyo xumaantii weeyaan wara nuuru iftiinka iyagana ma siinaa waxaiwa wara dillu hooska iyo wara xaruuru iyo kuraykana laba siman maaha ama yasawi ma siinoo alaxyaahu kuwa nool iyo wara dhamaadku kuwa dhintay ee qalbigoodu ku dhintay labadaasi laba siman maaha in allaha yeeber isbuuc waa matashiinaya man yashaa qof u doono hidaayada iyo khayrka kula doono ba ilaahay xaqa maqashiinaya simaaca qabuuli markaasuu xaqii qaadanaya wamaanta adiga ma dilayo rasuul kariim bimusbicin mid maqashiin kara man kuunka fil qubuuri qalbiga ku jira adiga wax ku maqashiin kartid ma qofka qalbigiisu dhintay in anta maanta adiga ma tihido ilaa nadiirun wabashiiru mid digaya oo bashiiraho bishaareynaya inta xaqa qaadata waad bishaaraynaysaa inta diidana waad u digaysaa inaa arsalnaaka bilxaqi bashiira wanadiira inaa nagii baa arsalnaa waan dirnay kaadiga iyo rasuul kariim bilxaqi baanu kula dirnay adigoo iska socota maa iska faramadhan maa ee xaq baanu kula dirnay oo risaaladaasan u soo dejiyey mucjizana weliba waa lagu taageeray marka haddii lagu diray bashiira maxaala tahay mid ku bishaaraynaya cid alla ciddii xaqaa raacda ee rumaysa ee ku dhaqanta wanadiiran xaalatan mid u digaya cid alla ciddii xaqaa diida waxaad uga digaysaa cadaab iyo ciqaab iyo caraa baad uga digaysaa haddaba keliga ma aha waxa la diray in min umma ummadii ma jirto ilaa khalaa waxaa tagay fiiha ummadda dhexdeeda nadiirun ummad kasta aadanba ugu horreeyay bashariyada bini aadamka aadamna nebi baa laga dhigay xadiidkii fi saxiixi ibni xibbaan wuxuu yidhi nabiyu lmukallam buu ah buu yihi nebi nebi lala hadleeyey yuu ah ayaa loo diray caruurtiisaa loo diray iyo hawo yaa loo diray marka ummadii ma jirto ilaa hadday ummadii jirtay waxaa loo diray mid udiga kitaabna waa loo soo dejiyey marka cid hadda mudu daaran kartaa markaa ma jirtay ogow way kadibu hadday beeniyaan ka adiga qowmka qowmkaagu hadday ku beeniyaan layaab maah faqad waxaa dhaba kadaba inay beeniyeen alladiina wixii min qablihim kuwan ka horreeyeyo ummadihii hore nuux laga soo bilaabo waxay beeniya rasuula rusushoodii jaa-ad rusushii waxay ula timid jaad bay ula timid oo hum iyaga rasuula rusushoodu bilbayinaati bay ula yimideen mucjizaad waxay ula yimideen bisuburi waxay ula yimideen xaashiyo suxufi ibraahim iyo suxufi muusa iyo maarata kitaabkii zabuure nabiyullaahi daawuud baa ka mid a oo bilkitaabi kitaabna way ula yimideen kitaabkii almuniiri ifayeyba kitaabkii ifayey wax walbana iftiiminayeena kaasina way ula yimideen kitaabadiina ula yimideen hadday ula yimideen waa la beeniyey rusushaas iyada haddii lagu beeniyey markaa xajaguba maaha maa yuqaalu laka ilaa maa qad qiila lirusuli min qablik rususha adiga kaa horeysa wixii loo yiri haddii lagu loo beenaa haddii lagu waari haddii lagu loo shaaciya gabaa haddii lagu yiri maahane oo kitaab gaadlow haddii lagu yiri wuxuu wataa gawaabeen iyo wuxuu isagu isku soo duwa soo abaaburay haddii lagu yiri waxaan rasushii kaa horeysay loo odhado uma odhanimo ee fasbir kama sabar ulilcasl rasushii go-aanka u saaxiibka say u sabreen adigana u sabaro u dabaaladayn baa nabiga lagu yihi calayhi salaatu wasalaam haddii la beeniyey marka rasushii maxaa ka dambeeyey uma akhadtu waan qabtay yidhi ebe alladiina wixii kafaruu gaaloobay baan qabtay qabashadaasi siday ahayd ina baqsha rabbika la shadiid qabasho aadabaa uma akhadtuhum akhda casiisi muqtadir alla awood badan qabashadi baa qabtay ma laga waaqsa ma laga soo waaqsanaya maa uma akhadtu waan qabtay alladiina wixii kafaruu gaaloobay waan qabtay fakayfa sideegu kaana ahaaday nakiiri inkiriddii aan ku inkiri
كراي مركي وسوش البيرية الأفلاجات دي دي اللي جاه هنيمن تطيع قتسان وقاري على قوشة داسي مد أرمى هو يعني عمل فيه السعودية اللي كمان تود مد وافقصة ما تعي مد كفر ما تعي عقاب كفر المية هاي ها مد كفر ما تعي بوقا وطي ومنوح يحكم على سعوش يولي ليعث يحكم عين ليس مد يحكم عين ومنوض يحكم عين وفي قرآن الموقع ذلك أي مكوّر هنّي والعلا الحدي حتى الدينة سيدة أبا سوبيسة أربع أدن يمكع كود عدي إذا من قوض كود عدي أبا إيادة سوبيسة ما أهان قبوك يا راحي سوبيسة ما إن أنا أرسلنا مدرنا كأذي أيها رسول كريم بالحق بارك مدرنا بشيرا حالة تحكو بشارعية في حق الراعة أو ضمية أو عمل فلاح ونذيرا تجينا تهي ونقول لي من عصى الله وخالف أمره بدي إلهي عاصدوه أمر بسديدة وإن من أمة المر مجرته إلا خلا واحد كيف فيها ومدى دهد هذا نذير بدي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أمة كاسترسل بروته ويكذب هذه البيانيات كعديه الرسول الكريم فقد وحى طبعا كذب الى البيانيرو الذين كوي من قبلهم قوة قدرتين هذه الرسول كالعقاد كي حرطه رسولهم رسول الى البيانيات رسولنا كذب حيرات منهم اياها رسولهم رسول بالبينات في يوليه بدل والجزوري عاديه وبالزبري حاشيه يسحف كتاب كتابك المنير إفتيي إفتيما يوحد إفتيما ثم أخذتوا المغطي بليبا الذين كفروا قالوا كيف السلام كان هذا نكيري نكيري يعني إتكاري بالعقاب إتكاري سيد الغطي الوقع الموقع أهلا شيء ملعا ملقوها بوامان عقابوها بوامية هاي يا ربي ألم ترى لو إن بيها ولا يسور كان الله ينزل من السماء قرية ضرورة ما أنبيو بيو بكسو ميلة ضرورة فأخذنا وصوت إحني بديب به ما يغاز ثمرات البدا من كسو بحيني بدا هسو مختلفا أي اسم إلى سيه كردوي من ألوانها مذكر كردوي إلى هلكا يضرور إلى هلكا كيري روكي هدو كيري سوبيين مرو ثمرات زرعي لوالدت ثمرات بحرية هي بيروي كبحرية سلع بها وكريو لنت اليوم ما هي تفاحة اليوم أنا بكي بحرية بحرية إلى هذا أسال إلى هذا طيب زرعي وحرية هذا عندي لغير ربوسرع سيدريسك أو كريم قبضينك أو كريم قليد أو كريم وحاس سداس وكالي مختلف ألوانها من الكود يقول بره السياسي بدو عاد يعني بدو قدودين يعني بدو عقاب بدو جال مد بسي وما تقول بسلام يا أسلام أركع أرد الكود نفسه كردوي بدو معاني يعني بدو قرار يعني بدو قرور يعني بدو قبو يعني هاي أرماس يا سمي يا سمي كرون الله كام قف سمي كرام جدا أحسمي كام بدها أرتيل ترى ضد بدر السوق ما كان تنتين أتقوى أركيسو همين بعين يا هم مقال من يكل إلى هذا بسلاط كمدو بسوق بسلاط هاي ترى كمدو الجوار ترى الجوار الأولي يا هاي عند سيدا وكر الدوي كرتون إلى هاي كام جدا أحسمي كام طيب وحواري إلى هم ودي سبحانه وتعالى إيه إنعام كيسة ونون علينا مركينا إلهكم هذين أبا الله وشع سيدا ومن الجبال بورها نوحا كمدا جدد با كمدا بورها وحا كمدا يعني بورو بيض ووحا كمدا عد وحمر كوجودا با كمدا مختلف ألوانها مذا بكودون ويسخلاف سيهي وسود با كمدا ومد مدوه غرابيب آت مدوه با كمدا
saas uu yidhi eebbe subxaana wa tacaala. Wuxuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala buurihii ayaga waxaa ka mid a jirdadun buuro biidun oo cadcad wa xumrun kuwa guduudan mukhtalifun alwaanuha buuraha midabkoodu u iskhilaafsan yahay wa suudun baa ka mid ah kuwa madmadowo gharaabidun aadu madowo sida maaratay tukaha oo kale u madow kaasaa ka mid ah. Marka buuraha iyagana dadka kolbari baadiyaha si fiican u garan karaa buurihii waxay leeyihiin kuwa waxaad arkaysa xaraar cad ah oo sida maaratay muxuuha masaajidka buuradda la geliyay oo kale waxaad arkaysaa waddooyin wada cadcado buurtii maraya waad arkaysaa dayib. Waxa kale oo ka mid a kuwa guduudan baa ka mid a buur guduudan baad arkaysaa oo sida gogashaas oo kale u guduudan baa jirta. Waxaa jira buur madow oo aad u madow aad iyo aad u madow kaasaa jira wa gharaabii usuud waxa weeye gharaabiintu waxa weeye madowga aad u daran baa kaaale facilka ka dambeeya ayuu yahay waa ilaahay subxaana wa tacaala. Dayib allaha baa maaratay muxuu ahaaye yaan caasinaynaayo weliba xuduuddii iyo soodintii loo sameeyey baan maaratay ka gudbaynaa mar walba wa min annaasi dadkana iyo waddawaabi wixii dhulka ku socda iyo walancaami micgoolayda saddexda caanaha macaana mukhtalifun miday iskhilaafsan yihiin weeye alwaanu midabyaalihiisu kadaalika sidaaso bini aadamka waa ka raartay qaar waa cas yahay qaar waa cad yahay qaar waa madow yahay way kala duwan yihiin luqooyinkii wakhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum midabkii baa kala duwan oo luuqadii baa kala duwan oo dhaqankii baa kala duwan. Dayib kadalik xoolihii wixii dhulka ku soconayay iyagana waa kala duwan ama bad iyo biyaha ku jiro ama bannaanka ha jooga ama buur ha jooge way wada kala duwan yihiin. Dayib saddexdii caanaha macaanaa way kala duwan yihiin lo iyo geeliyo arkaa isku gudmana sidii biyihii caano laysku daray oo kale maisku gudman karaan waa maya yaa kala duwan yaa faacila yaa sameeya hawshaas iyada allah subxaanahu watacaala. Marka waxaas oo dhan waa aayad iyo astaan tusinaysa calaa qudrati illaah ilaahay qudradiisa ilaahay cilmigiisa ilaahay xikmadiisa usaa wax ugu kala habeeyey taasoo tusinaysaa. Marka waxay tusinaysaa waxaasoo dhan ku hambaliyeynaya qofka inuu ilaahay allahaas u caabudo oo allaha iska amar qaato calam tara mogin biya ana allaha yaba anzala inuu dejiyeyo min asamaai daruuraha maa ambiyo faakhrajna waan soo bixinay buu ilaahay subxaana markii hore qayiba warku ku socday haddana khitaab ugu wareegay faakhrajna waan bixinayo bihi maaga samaraatin midho mukhtalifan ay iskhilaafsan yihiin alwaanuha midabkooda iyo muuqaalkooda iyo dhadhankooda iyo bislaadkooda wax oo dhanba wa min aljibaali buuraha waxaa ka mid a jidadun kuwa iyagana mukhtalifa oo iyagana iskhilaafsan biidun kuwa cad baa jira wa xumrun kuwa guduudanna way jiraan mukhtalifun alwaanuha midabkoodu iskhilaafsan yahay guduud iyo cadi waa iskhilaafsan yahay wa suudun baa ka mid a kuwa madowo gharaabiidun aad u madow baa ka mid ah wa min annaasi dadka iyo waddawaabi waxa dhulka ku socda markii dadka laga reebo walancaami nicmoolayda bini aadamkii gaar baa loo sheegay nicmoolaydiina gaar baa loo sheegay waxa bini aadamka gaar loogu sheegay waa bikaraamatihi walaqad karamna bani aadamawa waxaa ka karaamo badan yahay waxyaabaha kale nicmoolayduna wixii daamba ahay iyagana dhulka ku socda xayawaan bay ka fadli badan yihiinoo iyagana ay ka fiican yihiin. Waxaa ka mid a mukhtalifun kuwa ay iskhilaafsan yihiinoo isweydaarsan yihiin alwaanuhu midabkiisa kadaalika sidaan soo sheegnay oo kale. Haddaba arrimahaasoo dhan waxaa la rabaa inay hambaliyeeyaan cabsi eebbay qofkii dhan hambaliyeeya. Qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi innamaa wax kara ma ahane yakhshaa waxaa ka cabsada allah eebbe min cibaadihi addoommadiisa xaggooda alculamaa culimmadu baa ka baqa ilaahay subxaanahu watacaala
culimada taqaana waayo waynay hadda soo sheegay Abu Bakar Siddiiq radiyallahu anhu wada man carafa nafsahu carafa rabba, qofkii naftiisa garataayay rabbigii waa garanay. Laakiin haddii uuna naftiisa waxba rabbigii ma garan karo ma garan karo. Isla markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray innanii akhshaakum lillah wa atqaakum lah, waxaanahay axadka ilaahay ugu cabsida badan uguna taqwada badan, kaasaanahay uu nabigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam. Marka qofba qofku ilaahay ka yaqaano u ka cabsi badan, qofba qofku ilaahay ka yaqaano u ka taqwa iyo taaco badan. Haddaan ilaahay dhab aan u ahaynaa cibaadaadka aan samaynayna ma aynan khaladaadinna. Ee cibaadaadka waxaan u samaynahay boqolkiiba boqol baan ku keeni, boqolkiiba boqol baan ku keeni lahayn. Inama wax kale maahane yakhsha allaha, inba waxa ka cabsada in cibaadii addoommadiisa alculamaa. Saa darteed ibnu cabaas baa wuxuu yidhi hal caalim ah oo maarata muxuu ahay cilmigaas ilaahay soo dejiyey yaqaana yaa shay ashaddu cala ashaydaani min alfi caabidin, halkaa caalimka abaa shaydaanka uga daran kun ilaahay caabudo oo caama wey halkaas. Waayo midhaha uu halkaasi bixina iyo maaragta muxuu ahay shaydaanka suu la dagaalamayo yaa wax weyna. Ina allaha yaebe casiizun alla awood badan weeye oo ciddii caasida cardaadiquu ka dhigaa gafuurun, waa alla dembi dhaaf badan oo ciddii u tawbo keentee isaga gundaha qabsata ee u soo noqotana ilaahi waa u dembi dhaafaya subxaana wa tacaala. Ina aladiina akhyaati yatluuna akhrinaya kitaab allah, kitaabka ilaahay akhrinaayay, wa aqaamuu toosinayayo asalaata salaada la toosinaayay, wa anfaquu bixinayeen mima razaqnaahum wixii aanu siinay wax ka mida bixinayay, siran hoos u bixinayay, wacalaaniyata si muuqata u bixinayay, dadka iyagae sifaat kaale yatluuna waxay rajaynayaan tijaaratan ganacsi bicshiro ganacsi gadislay layidhaahay maarata iyo rajaynayaa lan tabuura marna khasaare, lan tagsida walan tanqus walan taksira marna inay khasaarto ama isdhinto ama hoos udhacda aan la sugaynin. Kaasay dadkaasi rajaynayaan liyuwafiyahum, welibana ilaahay wuxuu u dhammaystirayaa ujuurahum ajriyaalahoodii ba ilaahay horta u dhammaystirayaa wixii qof isagu uu shaqaystay dididkiisa baa horta loo dhammaystiraa. Qodobka koowaad laba wayasiidu minaa wuxuu u kordhinayaa min fadli daqdiisa, ilaahay u sheegay intuu ugu darayo, laakiin qofku wixii uu samaystay waa la siinaa, waxba lagama sagsaagayo, waxba lagama nusqaaminayo, waxa laga duminayaa ma jiro. Waxa ilaahay laakiin uu maarata muxuu ugu darayo min fadlihi baa ilaahay waa u daafa. Marka maxaad addoonka tacbaanka ee miskiinka haddii xataa muxuu camalkiisii uu nusqaamo oo yaraado ee ilaahay wuxuu maarata wax weyn buu ugu ridaya wey ba ilaahay ku riday subxaan. Marka kitaabka ilaahay oo la akhriyaay faa'iidada uu leeyahay halkan ka qaado ina aladiina yatluuna kitaab allah, tijaaro oo laga ganacsado midkood wey waxay sheegaan culumada qur-aanka xuruuftiisa baa ragtiriyey inta xaraf uga kooban yahay goob laba saddex waxay ku tilmaameen qur-aanka xuruuftiisa wax tiro badan baa lagu sheegay. Dayib hal jusood juska ugu horeeya suuratulbaqara waxaa la leeyahay xuruuftiisa haddii la hala tiriyo ugu horeeya suuratulbaqara baa rag tiriyey waxaa laga dhigay kun iyo lix boqol sagaashan iyo laba xaraf bay ka dhigay kun iyo lix boqol sagaashan iyo laba xaraf. Haddii toban halkaa jusuu qofku akhriyo toban loogu dhufto toban, haddii loogu dhufto waxay noqonaysaa lix iyo toban kun
iyo 900 iyo 20 xasanay maraysa waa markii 10 kaliya loogu dhufto haddii loogu dhufto sida xadiidu qudsiga uu ilaahay ku sheegay subxaana wa tacaala 700 maxamed geetiis أضعاف كثيرة هذه اللون مفتاح وإلى إدري يا قائمة بحال اللي قفكو هذه هل مرة قرانك أو كمية هل مرة قرانك هذو دمية وحوه لي يسدح مليان هي أفر بقول إيا تضبقون هي أفر بقول حسن ومركي طوال لو قد نفتو عشر مركي لو قد نفتو بل هذا واحد قد نفتو تضبقون كيف سوقك سهلة تجارة هي كان عايز قوي ولي غير معركة هي كان سوق كلام نبش يفائد الكلام سدح مليون أما أفر مليون أما شم مليون أما تون مليون من فائد الكلام يعني مركب القرآن هو الأخرية فائدة سورية هاي إلهي هنا والله الله يسعى أنت أصلا سيد نبي بشيري شو هاي الحريستي لها بده يزمفك حريستي لها بودي هذا مش تكرره إن الذين أخلاق يترون أخلاقي كتاب الله كتاب إله أخلاقي ويشد يقوم الله وأقام الصلاة صلاة دنا توسين يي صدع سنة يفرق وأنفقوا بحين يي مما رزقناهم وحي أنسين يي وحكم مرة سنة يفرق وين قرا يلا صدق وين قرا يسا إن كل غف حوله وضحية ما هي wixii ka gudbi kara inuu bixiyo sirran qodobka afraad hoos bixiya wacalaaniyatan hoos bixiya kor bixinayay yarjuuna tijaaratan bay rajaynayaan lam tambuur marka qur-aanku daa'iman warku ka hadlayay iyadana sadaqada sirra buu hormariyay in hoos loo bixiyo saa darteed ba 7 qof ee carshiga ilaahay arsanaysa waxaa ka mid ah ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفوق يمينه قف صدقيت رب حي صدقتي بحي بدعي سينك ورقبين يبيك توكدي بي عن القريوي وراك نهدي سرع سورة البقرة نتك دورنا إن تدو الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتدفع الفقراء فقيرها حتى بحسان وسمه قطب بحسان وين في عن توا صدق الملك لكن ما حد يصير في عن حد في عن هو صلوات بحيو مرة إنكر لو بحيو هاي كلفة كرتان واجلا هدي أدهم ما كي يابن تحي زكاة ما عرف هم هاي أد بحنا يسوينا كل سفر هدي تقارب الأورونا ومسالح بود أو متجارة هاري أو ما عرف هم هاي دكتور كيف قليل يسوي هني هذا مليون بحيي سيدات كوغو الضيدان ما أهريه إيو استوستوس كاما أكو عدو جيدا إن أدتك بيري قريسو بايدا ميشا تالانا إيا ديباتا تالانا إيو حلقا قبتو أيضا روي قلنا أنت هاي إرجونا تجارة تنقنع السبي رجعين إيان لن تبور عن خساري إيو وفير إبو حبودا ميستري يبتونا مجياله ودي مسينا يا ورد من الكوبات الله ويزيدهم إبو كردينيا من فضل الدغ ليس إلهي وطاقر حنقر كرنا ما إنه إبا غفور الأبد بدافو يا دومي سمرك يتوبة كينا شكور الله أقبل أولي بكشك يا أدوم كمرك هو عمل في عليه ما أدوم الله كشك يا ويا الله سبحانه وتعالى والذي القرآن في أوحينا وحيونا إليك هذه من الكتاب كتاب حق سكا هذه لوح محفوظك هو يسوى الحق ويوعد وبيك ولمعاك مصدقا مثل ما ينيا هو لما وافق سوي لما بين يديه الكوري توراتي انجيلي محيوردان هو وافق سيها رميسيا هي هنا في السماوي ليس دجيه ان الله يبي عباده دون مديسة الخبير الحب وياه في ضمائرهم في وفي قلبه ذو كجر ولم بله يوجه بصير بأفعاله وأقواله وحي فعل يسميان الذي بدل قسم اليوم أما أفلق إلهنا إلهي بوجه إلهي ما رب الحساب تميا ساسا إلهي نوبر دي نوبر خواه والذي قرآنك يوحينا وحينا إليك هذه
للكتاب كتاب حديثا هو يسوى الحق ومتطلبه بي كما دمعان صدقا متحرمين يوافق سموي لما بين يديه بحكوري إن الله يبقى بعباده الدول مديسا مسلم كور يقال كور إيو وقال له بحي لحي أبو ريو الجنبا لخبير اللحم أبويانو ما كلون كبد كجرا هنكاس يبكو وقيهايو هنكاس إله بير كبسين يا قرآن جد أرضا لحيان كجرتا هنكاس إله بوقيهاي هنكاس إله بير كبسين يا لخبير اللحم أبويا بصير وأركيا أو لصف الله أرحمه ودويا.